تخيلوا أن الحي الفقير ذا المباني المتهالكة والذي تعيشون فيه منذ مئات السنين، والذي بذلتم كل ما تملكون من أجل المحافظة على مبانيه قائمة فقط، وفي محاولة يائسة لإقناع أنفسكم أنكم تعيشون في مكان جميل، قمتم بطلاء جدرانه بأصباغ ملونة زاهية، ثم فجأة وبدون أي مقدمات منطقية تحصل المفاجأة، حيث يصبح هذا الحي الفقير والذي تسكنه أخلاط من قوميات وأديان مختلفة وجهة سياحية من الطراز الرفيع، وأحد المواقع الفريدة التي تجذب إليها عشاق السفر من كل أنحاء العالم، وكذلك صار محط اهتمام صناع المسلسلات والأفلام السينمائية المشهورة. يمكننا ببساطة أن نعتبر هذه نبذة مختصرة من قصة حي بلاط الإسطنبولي العريق، ولكنها في حقيقة الأمر ليست كافية للتعرف على هذا المكان المميز والمليء بالقصص والعبر والشوارع الملونة. تعالوا معي في رحلة شيقة تمر عبر الزمن في أجمل حارات إسطنبول القديمة لاستكشاف حيها الأشهر، حي بلاط الزاخر بالألوان. حي بلاط الإسطنبولي الشهير الفقير، تسكن يعني طبقة فقيرة من الناس، هو عبارة عن حي متنوع جدا جدا من الناحية الدينية. يسكن هذا الحي المسلمون جنبا إلى جنب مع اليهود والمسيحيين، فهو حي متنوع إلى أبعد الحدود. طبعا صاير في مكان يعني سبحان الله زاغور يعني صعب الوصول إليه، لكن لما تدخلون هنا تكتشفون أنه الناس كلها مكتشفتها قبلكم. شوف هذه البيوت الملونة اللي أمامنا يا أحباب، حي فقير وبيوت فقيرة لكن ألوانها الزاهية جذبت الناس إليه، وصار الكثير من السياح يجون هنا حتى يصورون هذه البيوت، حتى هذه القطعة الفارغة عاملينها كافيه. هذا الشارع وهذه المنطقة بشكل عام تثبت أن الذوق يمكن أن يخرج من أفقر المناطق، بالتالي هذه المنطقة الفقيرة سكانها البسطاء أصبحت وجهة السياح، وهذا هو أهم شارع بالمنطقة، شارع مرديفنلي أوكوش، شارع الألوان في حي الألوان، حي بلاط أجمل أحياء إسطنبول. فعلا المكان رائع وجميل يا شعب الألوان وشعب التفاؤل، رغم أن الأجواء اليوم ممطرة وغائمة وأمطار كثيرة ما شاء الله، لكن المكان يا شعب التفاؤل ألوان الزاهية رهيبة. شوف روعة هذا البيت يا أحباب، كم هو جميل ورفيع الذوق. شارع الألوان وشارع القطط الملونة الجميلة، صرنا محاطين بالقطط، مليان قطط. شوف هالقطة النايمة على شوف البيوت يا أحباب كلها قديمة، لكن سبحان الله فيها عبق رائع من التاريخ، وفيها جرعة كبيرة جداً من التفاؤل بسبب ألوانها. ولابد من شرب الشاي في مقاهي بلاط الأكثر من شعبية. تشكر الله. في وسط حي بلاط الإسطنبولي، في يوم من الأيام يا أحباب كان العرب من المسلمين يعيشون جنبا إلى جنب مع مختلف الأديان من مسيحيين ويهود وغيرهم في بلاد تسمى الأندلس، آخر مملكة من ممالك الأندلس واللي هي غرناطة
تم الهجوم عليها، تدميرها، قتل الملايين من سكانها، تشريد الملايين الباقية، وتحويل دين الملايين الباقية بالقوة إلى المسيحية على يد الإسبان من خلال محاكم التفتيش اللي تم تشكيلها بواسطة البابوية في روما. جزء من هذه المأساة تعيش اليوم في منطقة بلاط. اليهود اللي يعيشون في حي بلاط هم جزء من اليهود اللي كانوا يعيشون في الأندلس تحت حكم المسلمين. لما تم طرد المسلمين تم طرد اليهود أيضا، وجزء كبير منهم سكن في القسطنطينية في ذلك الزمن اللي هي عاصمة الدولة العثمانية. هذه باختصار قصة هذا الحي المتنوع دينيا وثقافيا وسكانيا. اللي ورانا يا أحباب كنيس يهودي في وسط حي بلاط الملون، حي بلاط التاريخي الفقير. طبعا هذا يعود إلى الطائفة اليهودية اللي قدمت من الأندلس بعد تهجير المسلمين واليهود مع بعض من آخر ممالك الأندلس الإسلامية، مملكة غرناطة. أغلب اليهود في ذلك الزمان هاجروا إلى إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية في ذلك الزمن. إنه بالفعل يستحق لقب حي الألوان، كل المنازل هنا وكل البنايات ملونة بألوان زاهية وتبعث على الأمل والتفاؤل. وهذا هو سوق منطقة بلاط، سوق طويل وواسع جدا، لكن المنطقة واضح أنها شعبية إلى أبعد الحدود. راح نجرب مشروب شيرة، مشروب العنب القادم من منطقة تشناكالا، لكن راح نجربه في حي بلاط الملون في وسط اسطنبول. عصير عنب لكن معمول بطريقة رهيبة رهيبة، بالصيف يكون موجود بهادي، تازة يكون فريش، بالشتاء شيشة. طبعا هذا الشارع يربط ما بين منطقة بلاط ومنطقة فنار أو فنر، واثنينهم من المناطق الشهيرة جدا جدا واللي تعتبر وجهات مميزة للسياح في اسطنبول. اثنينهم من المناطق المتنوعة سكانيا وثقافيا. هذه كنيسة أرثوذكسية بجانب المساجد، منطقة متنوعة جدا. وهذا مقهى الشماسي، إمكانكم تقعدون في واحد من هذه الأكشاك أو الأكواخ تشربون مشروبات ساخنة أو باردة. المكان جميل والأحياء جميلة جدا والألوان زاهية ومليئة بالتفاؤل، لكن بصراحة هوسة، هواي هواي سياح، يعني يعج بالسياح. وشوفوا جمال التصميم يا أحباب رغم صغر المساحة، يمكن هذا البيت الأزرق أقل من 50 متر، لكن شوفوا جماله كيف مصممين. هذا يا أحباب الساحل في منطقة بلاط، وبدقة هذه المنطقة اسمها فنر. Yeah.